إذا الآن رح نأخذ rotational mechanical system. rotational mechanical system في عندي هون شافت، شافت بدور، والشافت هذا مثبت على bearings. إيش bearings بالعربي؟ ميليا. فهي بتسمح له إنه يدور بهذا الشكل. رح أثر عليه بالتورك. من وين ممكن أجيب التورك؟ من المحرك. رح أركب هون في عندي هون فلاي ويل حداد. فلاي ويل. كل عارف شو الفلاي ويل؟ كأنه ديسك، ديسك كبير. مش كير، لا لا، ديسك، ديسك كأني بس مركب ديسك لما يلف هذا. مش الديسك هذا لما أجي ألفه رح أحس إنه عارفين حجر الرحم؟ لو انا لفيت حجر ركبته على شاط شوف وزنه قديش كثير، لما ببدا بلفه مش بحس انه بدي احط له تورك حتى اقدر ابدا الفه، مش هيك؟ اذا هاي بنسميها فلاي او احيانا بنسميها انيرشيا. وحدتها بتذكرك وحدتها ايش؟ كيلوغرام متر. كيلوغرام متر سكوير. والرمز تبعها بالرمز له هون بيقرا. كمان في عندي هون على هذا الشاط شو بتتوقعوا هاي؟ شو بتشبه؟ دامبر بس هاي روتيشنال دامبر. إذا هاي هون كمان عندي روتيشنال دامبر، والوحدة والوادي الرمز تبعها بي. شو وحدة بي راح تكون؟ شو كانت وحدة بي بالخط بالشكل الخطي؟ نيوتن. متر 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 مش هيك نيوتن؟ طيب يعني الفورس لوحدة السرعة على وحدة السرعة مش هيك؟ الفورس شو مقابلها بالعالم الدوراني؟ تورك. وحدة السرعة ايش بالعالم الدوراني؟ اوميجا. اللي هي ايش وحدتها؟ تمام. اذا بي اليونت تبعتها رح تكون نيوتن متر باراد بير سكند، وهاي ايش؟ نيوتن متر اللي هي وحدة التورك بير ريدن بير سكند. وحدة الانيرشا كيلوغرام متر سكوير. ايش وحدة التورك؟ نيوتن متر. اذا شوفوا هلا هذا السيستم بتطلع لي ترانسفير فانكشن. كيف بدنا نطلع ترانسفير فانكشن؟ ايش لازم اعرف حتى اطلع ترانسفير فانكشن؟ شو الانبوت والاوتبوت؟ مش هيك؟ ما بصير اكمل، لازم اعرف شو الانبوت والاوتبوت. شو الانبوت رح يكون؟ رح يكون عندي الانبوت هو التورك. اذا الانبوت للسيستم بدي اطلع جي او اس، بحيث انه الانبوت للسيستم والتورك او والاوتبوت. شو بتتوقع ممكن يكون الاوتبوت؟ السرعه. ممكن السرعه، ممكن البوزيشن. في سيستمز معينه انا بكون مهتم بدي اتحكم بالسرعه، مثلا زي مخرطه. لو عندي مخرطه والمخرطه انا حابب انه هذا اللي بلف اللي عماله بحرك القطعه يلف على سرعه معينه، اذا بالحاله هاي شو الاوتبوت اللي انا مهتم فيه؟ اوميجا او ثيتا. لكن لو عندي دش والدش عمالي بحركه وبتحكم فيه بحيث انه يوجهه على الساتلايت، شو الشيء الاوتبوت اللي بتحكم فيه؟ بوزيشن. بوزيشن. اذا مره راح يكون عندي الاوتبوت هو ثيتا، وبحاله ثانيه راح اطلب منك السؤال نفسه بتكرر مرتين. مره ثانيه بدي جي اوف اس الجديده، لو كان الانبوت هو التورك تي اوف اس، والاوتبوت في الحاله هاي اوميجا تي. انا عكستهم لما شرحت لكم اليوم، عكستهم، بس هون بالحاله هاي بدي ثيتا اوف تي. شوف الثيتا شو بتصير. ليش هيك عملت بالثيتا؟ الاسم لا بس لانها كبيره بهاي العرض. وهون عندي اوميجا شو بتصير؟ لانه بالاحرف الاغريقيه، مش هذا حرف اغريقي مش لاتيني، بتحول هذا الابر كيس تبعه، وبالاحرف الاغريقيه هذا اللور كيس وهذا الابر كيس، والتي لور كيس ابر كيس واحد. ماشي. اذا هلا هون عندي سؤالين مختلفين ورح نشوف الاجوبه رح تكون مختلفه، لانه ايش مهم اعرف قبل ما ابدا احسب الترانسفير فانكشن؟ لازم اعرف شو الانبوت وشو الاوتبوت. اذا بدنا نكتب الديفرنشال ايكويشن، شو القانون رح نستخدمه بالحاله؟ هل شو بتتوقعوا رح يكون؟ شو القانون اللي استعملناه بالحركه الخطيه اللينيا؟ اللي هو ايش هو؟ شو اسمه؟ قانون نيوتن الثاني. هون رح نستعمل قانون نيوتن الثاني، بس رح احول قانون نيوتن الثاني من حقيقة الافلام. عشان شو رح يصير قانون نيوتن الثاني؟ نيوتن سكند لو. التورك في اي يساوي اي لا، بس التورك بده يكون النت تورك. مين راح يبدا يقاوم التورك لما يبدا يتحرك؟
لا انت الانرشا هون موجوده، في شيء راح يبدا يقاوم التورك لما بده يتحرك يصير في سرعه. تمام. الدامبر تمام مش هيك؟ والتورك اللي راح تحطه الدامبر عليه شو راح يكون؟ مع ايش راح يتناسب؟ مع ايش كان يتناسب الدامبر التورك الفورس على الدامبر مع الفيلوستي؟ اذا هون راح يعيش مع الاسن كمان مع الروتيشنال فيلوستي. اذا القانون لما بوسعه راح يصير التورك اللي جاي من برا تساوي انبوت ناقص، هاي خلينا نسميها نت. يعني هون التورك اللي بضل، هذا التورك اللي انبوت ناقص التورك تبع الدامبر، بس التورك تبع الدامبر هو بي مضروب في اوميجا تي بيساوي اي الفا تي. هاي اهم ايكويشن، اول ايكويشن خلينا نكتبها هون. الفا شو علاقتها باوميجا؟ مشتقتها. اوميجا شو علاقتها بثيتا؟ مشتقتها. اذا احنا متفقين انه الفا بتساوي اوميجا دوت وتساوي ثيتا، مضبوط؟ الكل متفق على هاي اللي هي مشتقه بالنسبه للزرق. اذا احنا هلا اذا بدي اشتغل على هذا السيستم، ايش الانبوت عندي وايش الاوتبوت؟ الانبوت الانبوت الاوتبوت ثيتا. اذا بدي اتخلص من ايش؟ الاوميجا. من الاوميجا. لكن لو بدي اشتغل على الحاله الثانيه شو الانبوت عندي؟ تورك. والاوتبوت اوميجا. اذا بدي اشوف ايش اسمه؟ ثيتا. مش هيك؟ خلينا نشتغل الحالة الأولى الآن، الحالة الأولى شو بدي أحول كل شيء بدلالة؟ ثيتا. إذا هاي المعادلة بتصير عندي تاو input of t بتساوي I، ألفا شو علاقتها بثيتا؟ مشتقة مشتقة الثانية. الماينس شو بتصير على الجهة الثانية؟ بس. وأوميجا شو علاقتها بثيتا؟ مشتقة. هلا احنا ما حكيناش شيء عن الإيشر كونديشنز، بتهمني الإيشر كونديشنز إمتى؟ إمتى لازم أعرف الإيشر كونديشنز زيرو ولا لا؟ في أي لحظة؟ لما اخذ اللابلاس ترانسفورم متذكرين؟ لانه مشتقه ثيتا دوت بتساوي اس ثيتا اس، مضبوط؟ لكن اذا كان الانيشال كونديشن من الزيرو بدي اطرح سمول ثيتا اوف زيرو. اذا هون خلينا ناخذ هلا تيك لابلاس ترانسفورمز اوف بوث سايدز. ريمبر انه ثيتا اوف زيرو بلس بتساوي زيرو واوميجا اوف زيرو بلس بتساوي زيرو. اذا هون لما باخذ انا لابلاس ترانسفورم تي تاو شو بتصير؟ كابيتال تي اوف اس انبوت بتساوي عندي اي اس سكوير ثيتا اوف اس. لو انها مش الانيشال كونديشن مش زيرو كان باخذ ماينس اس ثيتا اوف زيرو ماينس ثيتا اوف زيرو او ثيتا دوت ثيتا دوت اوف زيرو بلس عندي هلا هون بي اس ثيتا اوف اس. اوكي ماشي، ما في شيء ثاني، ما ضل عندي شيء ثاني، في شيء عندي ثيتا. اذا هلا كيف بدي ارتبها؟ بدي ارتبها جي اوف اس بتساوي ثيتا اوف اس على تي اوف اس. راح اترك الاي مفهوم انها انبوت وتساوي واحد على اي اس سكوير زائد بي اس تساوي واحد على اس اي اس بلس اي. شو رايكم بالترانسفير فانكشن هاي؟ شو بتلاحظوا عليها؟ كم بول الها؟ تو بولز. تو بولز. قديش قديش البولز هذول ايش هم؟ صفر. صفر. اذا في عندي بول في الاوريجن، هاي مهم، هذا البول في الاوريجن مهم. اذا انا لو بدي ارسم الان البولز على الاس بلين يكون عندي واحد هون بالاوريجن نفسه، وين من وين اجى هذا؟ من هون. والثاني قديش قيمته؟ ماينس بي على الرابعة. ماينس بي على الرابعة. إلها تو بولز لأنه سكند بول، بس ما فيش فيه زيروز. ممكن كان هذا السيستم يكون له زيروز، بس الحالة هاي ما فيها زيروز، كله هون. اثنين بولز بس. ماشي إذا هلا لو غيرنا وجينا بدل ما ناخذ علاقه ما بين ثيتا وتاو بدي اخذ علاقه بين اوميجا وتاو، بقدر اخذ نفس المعادله، بس شو بدي اعمل في المعادله؟ هاي نفسها بقدر، مش هاي بقدر استعملها؟ شو بحول؟ محل ثيتا دوت شو بحط؟ اوميجا. وثيتا دبل دوت شو بحط؟ اوميجا. اذا هاي نفسها المعادله الان بتنزل عندي هون بالحاله الثانيه. راح تصير عندي هون تي كابيتال تي او اس بتساوي اي محل اوميجا دبل دوت راح اصير حط محل ثيتا دبل دوت حط اوميجا او
وخليني اكتب في التايم دومين اول عشان في التايم دومين هاي راح تصير عندي تساوي تي تساوي اي اوميجا دوت او تي زائد بي اوميجا. هلا باخذ لابلاس ترانسفورم وبتذكر ان اوميجا اوف زيرو بتساوي زيرو، بصير عندي انبوت اوف اس بتساوي اي اس اوميجا اس زائد بي اوميجا اس، فبتصير عندي جي اوف اس او جي اوف اس بتساوي اوميجا اس على تاو انبوت اس وتساوي واحد على اي اس بلس بي. ايش هذا السيستم الاوردر تبعه؟ البول واحد هو فيرست اوردر سيستم، والبول تبعه وين؟ على ماينس بي على رقم، مش هيك؟ فاختفى البول اللي كان في الاوريجن، بس لمجرد اني ايش غيرت؟ غيرت الاوتبوت. شو الفرق بين التو ترانسفير فانكشنز؟ واحد فيه ايش مضروبه زياده؟ اس واحد على اس، من وين تتوقع وجدت الواحد على اس؟ من المشتقه يعني لاحظوا شو العلاقه بين ثيتا واوميجا؟ مشتقه بعض، مش هيك؟ واحد على اس هي كانها مشتقه يعني عندي كاني كاملت، لما كاملت اوميجا حتى اطلع ثيتا ضربت في واحد على اس، واحد على اس عباره عن تكامل. ماشي واضح هاي؟ اذا هاي شو الفكره الاساسيه اللي ببين لنا هذا المثال؟ في فكره مهمه بوضحها المثال. انه ترانسفير فانكشن تتغير حسب ايش؟ مش الاوتبوت حسب شو الاوتبوت، لازم اعرف شو الاوتبوت بغير الترانسفير فانكشن.